عسلامة. عسلامة. سافا سافا محلزين يعيشك. اليوم باش تكون محليك وانيقه كيفاش لازمك تكون؟ لازمك تكون قلبك نظيف وقلبك باهي باش تكون محليك. باش العباد تغزر لك محليك. اي باش العباد تغزر لك محليك صحيح. لازم تكون محليك معناها لازم تكون قلبك صافي ونظيف. انت يهمك برشا اليوم العباد كيف يشوفوك مزيانه ولا بالطبيعه حاجه تزيدني تزيدني حاجه ماني مزيانه اكثر فهمت. واللي جاي يقول لك راك ماكش محلك وانت وقتها تعرف روحك اللي انت محلك. رايو ما عندي ما نقول ما عندي ما نبدل فيه رايو عادي نورمال. انا نعرف روحي شنو. تعرف روحك وانت مقتنعه بروحك بالطبيعه. اذا كان اليوم انت تبدا في ثنيه عادي هكا على روحك واكتشفت انه فما شكون يحب يضر بيك ويغر بيك يضرك ويغر بيك دونك تفيق بيه اللي هو معناها قاعد يتكتك لك في شو تعمل؟ ما نقربلوش ما نحكيش معاه. ما دافعش على روحك؟ علاش باش ندافع على روحي اللي انا ما وصلتش باش نحكي معاه معناها حاجه ما تهمنيش. حاجه ما تهمكش. اي نورمال عادي كل عبده كيفاش يخمم عادي. كل واحد كيفاش يخمم. اي نورمال. انت كيفاش تخمم؟ انا تخميمي نظيف على الاخر معناها مانيش نخمم في حد شيء خايب عادي عادي. تخميمك نظيف كي تغزر العباد تتوقع منهم حاجات كيما هكا. اي بس كل واحد كيفاش. كل واحد وجراء. نورمال. كل واحد والجرأة نتاعو. اي كل واحد وجرأته كل واحد وشنو عنده من داخل. انت كيفاش تخلي روحك شجاعة في الدنيا هذه؟ نوصل معاك هكا نعرفش الحاجة هكا نفهمها فيك. لازمك تكون قوية من داخل. لكن اليوم المرأة القوية مش محبوب. لازم تكون ضعيفة المرأة؟ لازم تكون ضعيفة؟ ليه؟ ما نحكي لك اليوم المرأة القوية مش محبذة يعني ما يختاروهاش. لازمها تكون قوية. باش تنجم تتغلب على صعوبات تاع الدنيا عادي. صعوبات الدنيا كبيرة برشا. وقتنا توا. انت كيفاش تحاول تتخطى؟ بمجهودي. شنو آخر؟ كاو؟ لازمني نكون قوية وكاو. انت صريحة مع روحك ولا؟ ايه. نحب نكتشف اللي انت صريحة ولا؟ ايه صريحة. انت باش تغزل الكاميرا؟ ايه. الكاميرا هذيك باش تتخيلها الدنيا. ايه. كان جات الدنيا تتشاف قدامك. ايه. شنو الحاجات اللي تنجم تقول؟ يا حاج. كان جات الكاميرا هي الدنيا. ايه. شنو تقول؟ والله الدنيا. خسرة لا خسرة ركز معايا. ايه. هذه لحظة صراحة. لحظة صراحة. شو. مازالش خليها أختك على جنب. انت مخك انت كان جات الدنيا قدامك كل واحد عنده كلام باش يقوله للدنيا. انت ديك الدنيا قدامك شنو باش تقولها؟ شنو الحاجه اللي تحب تقولها لها؟ مش حتى على روحك انت المهم اغزرها. ما تخاف تقول شيء للدنيا. لا خليه بيني وبين روحي. مش حتى عليك انت حتى على عباد اخرين. لا بيني وبين روحي ما نحبش. ما تحبش تعطيها نصيحه الدنيا؟ لا. ايه كيفاش؟ عاد نصيحة للعباد اللي في الدنيا. عادي تتكلم. ايش مادة؟ ايش؟ طب انا السؤال باش نعاودوه لك ليك انت. كان جيت هذيك الدنيا قدامك شنو هي الحاجة اللي تقولها لك؟ المشكلة اللي انا ما نجمش نعطي نصيحة للدنيا خاطر الدنيا جوها باهي كيما احنا نقولوا. اما اللي خايف في الدنيا كونه عبادها كيفاش تعيش. فما عبيد كيما تسعى لك للباهي تسعى لك البرشا شر. امبوسيبل عبد يسعى لك للباهي في الدنيا ذي ابر بالحق امك وخلينا نقولوا بوك كها. دونك العبيد اللي في الدنيا اللي قلبهم خايب دي المساج للعبيد اللي قلبها خايب. شو نقولهم؟ قولهم راهو امي ديما تقول كلمه بقي وزمني لقي كلمة فيها برشا معاني ومتاع الناس تعديت على برشا على مخها برشا حاجات. دونك اللي ويقولك الدنيا تدور اما لي بقي وزماني لقي سافو دير
راو اللي تعملوا باش تلقاه باز، معناها باللي باش تكون انت وباللي باش تكون قوتك وجبروتك وانت هكا على الاخر معناها تملك كل شيء، راك باش يدور الدنيا. وكيما فما برشا عبيد كانوا غنيين على الاخر على الاخر، دانكو هكا فراكسيون سكوند الحكايه الكل اوب طاح في الماء. كيما نجم يكون فلس، كيما نجم يكون مرض، المرض تبيع اللي قدامك واللي وراك، كيما تنجم تكون ما عندك حتى شيء دانكو هكا تطلع، كسوا بقرايتك كسوا تلقى كنز ما تعرفش على الدنيا، بالحق ما تعرفش على الدنيا. دونك هذه اهم حاجه واحد ينجم يقولها للعبيد الخايب. علاش يقول لك لازم الدنيا تقراها كل كتاب كل عمر والشابيتر نتاعو؟ يعطيك الصحة، كل عمر والشابيتر نتاعو، خاطر أولا للعمر كان تقدم ينجم يعاود يرجع، امبوسيبل باللي بوتوكس وعملية تجميل وتاتي وتاتا وتاتا، يقول لك أديو لا جونيس، سي أديو لا جونيس. والأنفونس ما تتعوضش زاد، خاطر نعرفش أنا باللي باش تعملك باش تقعد ديما طفل صغير. وكي تكبر زادا ماكش تنجم تعوض، مثلا نحنا نقولوا انت ولدك كبر قدام عينيك وهكا هكا هكا، امبوسيبل باش تقولوا لي ارجع صغير خليني انا نرجع صغيره معاك، ها عمره ما كان هكاك. هذا ياسر محليك عايشك. تعلمت من الدنيا هذي تو سؤال، اش تعلمت من الدنيا؟ ما تعلمت اللي ما تعرفش عليها كيفاش، كيما تنجم كيما إليا بالحق دي او دي با، اما ما فماش او ميليو هكا في الوسط باش تنجم تعيش، صعيبه يا تعيش مستحق على الاخر يا تعيش في نيفو معين على الاخر. تعلمت وتعلمت اللي ديما خليك تضحك، وتعلمت زيده واللي نبقى ديما نقول علمتهولي امي، انه قد ما تعطي ربي فوق يعطيك، ما تخافش منها الحكايه هذيا باهي. دونك قد ما تعطي مهما لو كان اللي عطيتو في الفسانس الباهي راهو عمره ما هو باش يتنسى، كسوا عند ربي كسوا عندك، معناها في مخك في قابليتك انك ترقد في الليل تقول تيان انا اليوم مش بضرورة عاونت عبد ولا حتى ما كذبتش على عبد، كنت صافي في مع الناس، حتى من ابسط الحاجات انك قدمت حاجة صغيرة على الاخر تكون ديما توي فيغ هكا تقول لي ها ما عملت حتى حاجة خايبة انا اليوم، دونك انا بالنسبة لي انا مرتاحة، فهمت؟ هذوما هذه اللي علمتني الدنيا. ميرسي يعطيك الصحة عايشة.